السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن دايما بنقع في مشكلة إنك بتحاول تكتب رسالة مثلا بالعربي، فتكتشف وانت بعد ما تكتب جملة تكتشف إنك كنت بتكتب إنجليش، أو حتى العكس، بتكتب رسالة بالإنجليش فتكتشف إنك بتكتب حروف عربية. الحل القديم كان إنك تمسح كل اللي انت كتبته ده وتبدأ الكتابة من الأول، لكن الحل الجديد هو إضافة صحاح. عشان تضيف صحاحة لمتصفح جوجل كروم عندك، روح للويب ستور وفي السيرش ابحث عن إضافة صحاحة، أو توجه للرابط ده وبعدين ابدأ بتنصيب الإضافة عن طريق الضغط وأد، وبيظهر لك رسالة بأن الإضافة تم تنصيبها بنجاح. بعد كده إضافة صحاحة هتعمل مع أي تاب جديدة هتفتحها بعد كده، مش أي تاب كانت مفتوحة، فمن الأفضل إنك تعيد غلق المتصفح وتفتحه مرة جديدة. عشان نجرب الإضافة، نفترض إن احنا بنكتب جملة عربي ولكن اكتشفنا إن احنا كتبنا حروف إنجليش. دوس كنترول مرتين بيتم التصحيح، دوس كنترول مرة واحدة كمان بتتراجع عن الخطوة السابقة. او افترضنا انك بتكتب جملة انجليش واكتشفت انك كتبت حروف عربي، دوس كنترول مرتين عشان يتم التصحيح. او يمكنك انك تختار جزء معين من الكلام عشان يتم تصحيحه، زر الفار اليمين بعد تحديده واختار صحح. لتغيير الاعدادات settings extensions وندور على إضافة صحة، ومن خلال لوحة تحكم الإضافة ندوس options، وممكن من خلال صفحة التحكم إن احنا نختار مفتاح التصحيح من الكيبورد، إما كنترول ضغط مرتين أو شيفت ندوس عليها مرتين أو ألت مرتين أو ألت وإس، أو نعطل موضوع التصحيح من خلال الكيبورد ونكتفي فقط بالتصحيح بتظليل النص وضغط زر الفار اليمين واختار صحح. اتمنى بعد تجربة الاضافة انك تتوجه للصفحة وتروح ريفيوز، تحط تقييمك كام من 5 وتكتب تعليقك، او ترسلني على الايميل الظاهر قدامك لأي مشاكل تطلع معاك. ياريت تزودني برابط الصفحة اللي طلع فيها المشكلة، او اي اقتراحات أنا مرحب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.